هل الرجل حديث الزواج يوافق الزوجة على كل شيء حتى لو كان تبرجا؟ وهل من نصيحة لهؤلاء؟ الله جل وعلا يقول: الرجال قوامون على النساء، فعليه أن يلزم زوجته بالأحكام الشرعية، ومنها الحجاب، يلزمها بذلك، يلزمها بالصلاة، يلزمها بالواجبات، وهو المسؤول عنها أمام الله سبحانه وتعالى، لأنه هو القيم عليها.